حالة أخرى وقفنا عليها في نقطة استلام الأمتعة لمسافر يقوم أيضا بمسح التأشير الموجود على حقيبته، والعون الجمركي بالزي المدني يقوم بتحويله إلى نقطة التفتيش الدقيقة. معلش حط لنا باجاج فوق الحنكيد الله يخليك. مش عندك فلة حقيبة من فضلك؟ فين هذه البواكس؟ جمال هذه البضاعة حساسة يا أخي الفاضل، ممنوعة هذه. لا 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 لا، هذه من بضائع الخاضعة لرخصة، من بضائع الحساسة الخاضعة لرخصة، ولهذا راح نقوم بحجزها. ممنوع تخرج بها. عندك اوتوريزاسيون؟ لا ما عنديش. راح نقوم بحجزها. الله يبارك، المطار الجزائري وعامر بالمسافرين وعامر بالسياح، وقربوا يوصلوا لعشرة المليون سائح كيف ما قال المدير ديالهم قلش الودنين. دابا بالله عليكم، واش المطار كامل فيه شخص واحد؟ وكاين تما اربعه ديال الجمركيين والجمركيات والموظفين، يعني الموظفين والجمارك والشرطه، اكثر من الناس اللي كيسافروا. واحد شخص واحد كيتسنى البريزه ديالو، ومشكله هادي. اما البضاعه الحساسه وضحكوني، ولكن راه خاصكم تعرفوا خوتي المغاربه راه عندهم الحق، راه هذيك البضاعه حساسه 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 جدا، لانه شنقريحه هو الوحيد اللي كيستعملها في الجزائر باش يراقب المناورات ويراقب كذبون على تيساع. دابا غير فهمونا، دابا البضاعه اللي عندكم نتوما حساسه، حنا في المغرب راه كنصيدوا بها، كنصيدوا بها الحجل، نصيدوا بها الخنزير، نصيدوا بها الحلوف، كيشريوا الناس في الاسواق الاسبوعيه عاديه. ما حساسه ما والو، علاش نتوما عندكم حساسه؟ ولا تفكرت بانه شنقريحه والجيش هما الوحيدين اللي خاصهم يستخدموا هاد البضاعه الحساسه؟ اهلا وسهلا خوتي قواتي العزاز، خرج كذبون اكيد حاتم المرابط هو تيخرج، كنعتذر على الغياب القصير، ولكن راكم عارفين الاشغال والعمل، الوليدات شويه الاصطياف، الوقت يكون مزير شي شويه. اخيرا عبد المجيد كذبون تيحطم الحاجز النفسي والبسيكولوجي اللي كان عنده عائق، اللي كان كيمنعو من زياره تيزي وزو او القبائل المحتله من طرف الجزائر. كنذكركم على انه الرئيس الجزائري اعلن على هذه الزياره مرات ومرات متكرره، وكان دائما تيلغيها، وحتى الزيارة الأخيرة كانت على شوية ما كانت غطلها في إطار الحملة الانتخابية ديالو. بالمناسبة راه مازال معلنش رسميا على الترشح ديالو، ولكن خدام على الحملة، داكشي ديال العدل والفضيحة ديال العدل وبزاف ديال التدشينات ديال مشاريع بوتفليقة، مشى اليوم قال لك لتيزي وزو باش يدشن واحد الملعب غادي يعطيه لشبيبة القبائل، وسمى الملعب باسم أيت حمد. أيت حمد اللي معروف بواحد الفيديو ديالو كيبرأ فيه الراحل الحسن الثاني من هذاك الخطف ديال الطائره اللي خطفتها فرنسا، اللي كان فيها بن بلة وبوضياف وفيها أيت حمد ايضا. أيت حمد قال لهم المغرب ما عنده حتى شي مسؤوليه، فرنسا هي اللي خطفتها، والراحل الحسن الثاني ما عنده حتى شي مسؤوليه في هادشي. دابا بتكريمكم لهذا المجاهد السابق أيت حمد، نتوما كتاكدوا على داك الشخص نزيه وبان الكلام ديالو حق، ولكن الاعلام الرسمي في الجزائر مازال يؤكد على ان اختطاف الطائره المغربيه التي كانت تقل بوضياف وبن بلة وغيره هو بسبب المغرب. فدابا تفهموا على حاجه واحده، واش بسبب المغرب؟ ولا كان بسبب المغرب علاش كتديروا تكريم ديال واحد الشخصيه اكدت على انه ماشي بسبب المغرب؟ عرفتي اسهل دوله ممكن تفضحها هي الجزائر بمجهود بسيط جدا. علاش؟ لانهم اولا ما عندهمش النيه، والو قلال النيه، ما عندهمش البركه في داكشي اللي كيديروا، ومع كثره الكذوب تنساو دغيا بانهم كذبوا في واحد الجهه، وتيجيو تيقولوا العكس وتيفضحوا راسهم.
هذا المشهد في تيزي وزو تخالف الصباح ديال الموكب ديال الرئيس الجزائري، وكيف ما كتشوفوا حتى شي واحد ما كيتسنى، حتى شي واحد ما جاي يستقبله. هذاك الشيء اللي غتشوفوا في النشره الثامنه وفي الفيديوهات اللي غتجي من بعد، هذاك الشيء غير مسرحيه وغنفضحوا. اما الرئيس منين نزل للقبائل المحتله كاع ما سامعين به، كاع ما جاو عنده، ما استقبلوه ما والو. كيف ما كتشوفوا الشارع فارغ. وباش يتقنوا المسرحيه كما العاده وبينوا بان الرئيس عبد المجيد كدبون راه كيستقبلوه في تيزي وزو، اللي هي كانت حلم صعيب بالنسبه لي صراحه. زياره القبائل المحتله حلم صعب جدا بالنسبه لكل رؤساء الجزائر، كيحسبوا لي 70,000 حساب قبل ما يديروا. والدليل على ان الرئيس عبد المجيد كدبون صرح بانه في 2021 غيزورهم ما زاروهمش، في 2022 قال لهم غيزورهم ما زاروهم، وفي 2024 قال لهم غندير زياره وما دارهاش، وحتى لاخر لحظه عاد نجحات لي الزياره. مشاو لواحد البلاصه في واحد السونتر وما يجمعوا بوصبع من باقي الولايات. اكدوا لي على هذه النقطه هذه. هاد الصور اللي كتشوفوا صور فاضحه جدا ديال بوصبع اللي جابوا بالحافلات قبل يومين، وسكنوهم تما في القبائل في الفنادق وفي المدارس، خباوهم تما باش يخرجوهم نهار استقبال الرئيس. وهذا الامر هذا واضح من الصور. كتشوفوا مثلا الناس ديال الكشافه في الجزائر. دابا غير بالله عليكم، واش الناس خرجوا في القبائل بطريقه عفويه كما يروج لها الاعلام في الجزائر، وجايبين الناس بالكاسكيطه حمراء والكشافه؟ والمضحك في الامر جايبين بعض الشباب وملبسينهم التوني ديال شبيبه القبائل، زعما احنا قبيليين. رئيس القبائل المحتلة في المنفى والذي يقطن في فرنسا في باريس، والجزائر لا تتجرأ على استدعائه أو طلبه للعدالة، والو فرنسا هي اللي تحكم. الرئيس فرحات مني دار واحد الاجتماع وزاري اليوم، وأكد على أنه الدولة الجزائرية هي دولة إرهابية، وجابت كاع الأفراد ديال الشرطة والأمن من باقي الولايات وحطاتهم في تيزي وزو باش يضمنوا سلامة الرئيس عبد المجيد كدبون، وسماه بالحرف بأنه هاد الدولة الإرهابية جابت الأفراد ديال الأمن من الولايات الأخرى باش ينجحوا زيارة الرئيس بالدمية. هكذا سماه فرحات مني، سما الرئيس عبد المجيد كدبون بالدمية. وكيف ما كتشوفوا هنايا بعض المنشورات ديال القبائليين الحقيقيين اللي كيأكدوا على أن كل أفراد الشرطة من باقي الولايات المجاورة لتيزي وزو جابوهم عندهم. المدينة كاملة مغلقة، ما كاينش اللي يخرج وما كاينش اللي يدخل، والوسط ديال المدينه حتى هو مغلق. يعني داروا جوج ديال الحدود داخل المدينه، الحدود الخارجيه حتى واحد ما يخرج من المدينه وما يدخل ليها، والحدود في المنطقه اللي غيزورها الرئيس عبد المجيد كدبون. ساكنه القبائل المحتله اكدوا على وصول حافلات من المدية، من الجلفه، من سطيف، من باقي الولايات الجزائريه، وحطوا افراد كبيره، عائلات، اطفال، شباب جايين ولابسين هذاك التوني ديال شبيبه القبائل باش يضمنوا هذيك الواجهه اللي قلت لكم ديال على انه تم استقبال الرئيس الجزائري داخل القبائل. اما كما تشوف المشهد الاول، المشهد فاضح، حتى شي واحد ولا شخص واحد وقف لاستقبال او للنظر فقط على الموكب ديال الرئيس ديال الجزائر قبل وصوله لهذاك المكان اللي غيديروا فيه المسرحيه، واللي جمعوا فيه بوصبع من باقي الولايات. تيزي وزو، إذن هذه هي الصور الأولى لوصول السيد الرئيس إلى ولاية تيزي وزو التي تقوده في زيارة عمل وتفقد أقول إلى الولاية، أين سيشرف الرئيس على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنمية والمحلية. هذه الصور الخاصة بتدشين ملعب المجاهد الراحل حسين آية أحمد. هذا وتبارك الله على شنقريحه، دائما حاضر نظر. مشى الجلفة، مشى لتيندو في المحتله، مشى البشر المحتله، مشى لتيزي وزو، شنقريحه حاضر نظر، وتا هو يشد المقص وتا هو يفتتح معاه الملعب ديال الحسين ايت احمد. دابا الرئيس عبد المجيد كدبون ضمن تقريبا الاصوات ديال الجزائر، ديال خاصه ديال مولوديه الجزائر، بغى يتحصل على الاصوات ماشي ديال القبائليين، لان القبائل نقولوها ونعاودوها راه ماشي كلهم باغي الاستقلال على الجزائر. كاينين قبيليين كيعتقدوا كيعتبروا راسهم جزائريين، ولكن الاغلبيه الساحقه هي ضد العسكر في الجزائر وباغا تستقل. الله يسهل عليهم، حنا ما نعاونوا حتى شي واحد. حنا تعلمنا بانه اي حاجه في من الشرق فيها نكران ديال الجميع، يعني حتى هما الا عاونتيهم يقدروا يتقلبوا عليك. اللهم ما تعاود حتى شي واحد باش ما تخسر مع حتى شي واحد وباش ما تقلق من حتى شي واحد. المهم القبيليين اللي عزيز عليهم شبيبه القبائل النادي غادي يعجبهم الحال ان الرئيس عبد المجيد كدبون عطاهم هذا الملعب هذا.
شهد ملعب تيزي وزو الجديد الذي يقع بوتفل تقدما في الأشغال والمرافق في الأونة الأخيرة بعد متابعة دامت 9 سنوات، حيث شهد هذا الأخير تعطلا في الأشغال بسبب نقص الإمكانيات. جمهورية الله يحسن العون شادين في صندوق المحتل البوليزاريو وكيصرفوا عليها الأموال الطائلة المليارات صحيحة، وقال لك بسبب قلة الإمكانيات. هذا الفيديو اللي شفتو هو مقطع صوره قبل 6 سنوات، يعني هذا الفيديو تصور في 2018، وقالت لك بانه كاين تاخير ديال 10 سنوات يعني تقريبا 16 سنه غير هادشي اللي عارفين، اما راه تاخر اكثر من 16 سنه. راني عاودت لكم القصه السابقه في الحلقه السابقه، قلت لكم بانه الرئيس بوتفليقه منين شاف الملاعب المغربيه بحال ديال مراكش وديال طنجه وديال اكادير وما ينوض فيهم العافيه، كيف ما نوض فيهم العافيه فاش بغاو يديروا تقليد ديال المسجد ديال الراحل الحسن الثاني، ناضوا داروا الملاعب. يعني مرة أخرى الرئيس عبد المجيد كدبون يفتتح مشروع بوتفليقي، مرة أخرى الرئيس عبد المجيد كدبون كيفتتح ملعب داز عليه أكثر من 16 سنة وفرخوا فيه شين وعاود ثاني ورا ليا المرتديلا ورا ليا الطاكوس. ملاعب خاص تقام عليهم بشي 20 مليون 30 مليون 50 مليون 60 مليون كاع أورو، حيت السعة ديالهم صغيرة كيتقاموا عليهم بزبالة ديال الفلوس، ما كاين غير 200 مليون أورو 260 مليون أورو نظرا للتأخير المبالغ فيه. علاش؟ حيت السعة ديالهم صغيرة كيتقاموا عليهم بزبالة ديال الفلوس، ما كاين غير 200 مليون أورو 260 مليون أورو نظرا للتأخير المبالغ فيه. علاش تأخير؟ لأنه ما عندهمش الإمكانيات، الإمكانيات كلها كتمشي على البوليزاري. الحمد لله هنايا دون ما في يعني جو في با دو بوليتيك. مي خويا البريزيدون دو لا ريبوبليك دار لي الخير انا ما ننساهش، ودار الشبيب سورتو دار الشبيب دار كلشي، عطى لي دراهم عطى لي نصطاد عطى لي التيران في السوق. هذا الفيديو اللي كتشوفوه قديم، هذا السيد هذا توفي قبل افتتاح الملعب اللي كيتكلم عليه، ومني كيقول له البريزيدون ولا الرئيس راه كيتكلم على بوتفليقه، يعني الفضل الكامل ديال هذا الملعب هذا اللي دشنوا اليوم الرئيس عبد المجيد كدبون يعود لبوتفليقه اللي عطاهم الاموال واللي عطاهم الارض واللي دار المشروع واللي بقاو تياكلوا في هذاك المشروع وكيسرقوا فيه لاكثر من 16 سنه حتى ل 20 عام. خاصكم تعرفوا بانه في الجزائر اي مشروع ضخم من هذا النوع ضروري كتخرج الميزانيه ديالو 4 5 مرات 6 مرات، ياكلوا فيه ويعاودوا ياكلوا فيه ويعاودوا ياكلوا فيه وبصبع ملاهي مع المروك 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 المروك. المهم هذا الشخص اللي كيتكلم هو الرئيس السابق ديال شبيبات القبائل، وكيعود ليه الفضل لحصول شبيبة القبائل على هذا الملعب هذا، لانه هو اللي كان تيطالب بهذا الملعب عند الرئيس بوتفليقة اللي في الاخر باش يقلد المغرب قال ليه ماشي مشكل ندير لكم ملعب كبير ونعطيكم الميزانيه. يعني مره اخرى الرئيس عبد المجيد كدبون كيدير غير المسيره ديال بوتفليقة. الرئيس عبد المجيد كدبون يطبق حرفيا المقوله ديالو ديال ان برنامج الرئيس بوتفليقة عمره ما يتوقف. على هذه التحفة لان شرف للجزائر ولكل المنطقه. الا كان هذا الملعب شرف لكم ابو صبع، لا لا حنا ما كيشرفناش ملعب انه يتبنى في اكثر من 20 سنه وفي الاخر لقاو فيه 40000 مقعد فقط ولا 45000 مقعد، والارضيه كارثيه. راه قبل اشهر كان الارضيه كانوا كيزرعوا فيها البطاطا، اما باقي المنشات حديت ولا حرج. راكم سمعتوا في الروبورتاج الاول تاخر ديال اكثر من 16 سنه ديال الانجاز ديال، يعني عيب وعار تقول بان هادشي مفخره. علاش مفخره؟ حيت درتو فيه 20 عام ديال البني. علاش مفخره؟ حيت جوج الرؤساء تنوبوا عليه باش يلاه يفتتحوا في الاخر الرئيس عبد المجيد كدبون. لا الا مفخره لكم في الجزائر الله يسهل عليكم. حنا الملاعب المغربيه اللي غتكون مفخره لافريقيا غتشوفوهم في سنه 2030 وفي 2025، ومره اخرى غنشوفوا الجزائر كتجري باش تحاول تقلد نفس الملاعب. يعني دائما حنايا هاربين عليهم بواحد 30 40 50 سنه تقريبا. كما العاده اخوتي اخواتاتي العزاز، هذه بدايه التغطيه او التعريه على زياره الرئيس عبد المجيد كدبون الى القبائل المحتله. الا كان شي جديد انا معكم وانتم معنا، وخليوا لي التعليقات ديالكم لايك بارطاج فضلا وليس امرا باش ندعموا القناه. راه بزاف الاخوان والاخوات كيعجبهم المحتوى وكينساو يديروا يديهم معنا، فديروا يديكم معنا وحط حط 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 لايك قبل ما تنسى. كان معكم حازم المرابط، السلام عليكم.